but this is definitely not an accurate as all or most of the scholars agree about that. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في الليالي الوترية. محمد صلى الله عليه وسلم he said observe it refer to the ليلة القدر in one of the odd nights of Ramadan. ليلة الحادي والعشرين هذه الليلة وليلة الثالث والعشرين وليلة الخامس والعشرون وليلة التاسع السابع والعشرون والتاسع والعشرون. So those nights are odd. من ألف شهر يا كريم يا حليم يا غفور يا رحيم يعني كم تساوي يا ربي كم تساوي هذه أيضا من الأجور التي لا يعلمها إلا الله. الله قرب إلينا فقط حاجة يتخيلها يستطيع العقل أن يدركها. قال لنا الله سبحانه وتعالى خير من ألف شهر، لكن الله سبحانه وتعالى لم يحدد لنا ما هو الأجر الحقيقي لليلة القدر. يا أخي 50 ساعة بس نسيت فيهم الدنيا والأولاد والله العظيم والله إنك ميت وإنهم ميتون. هذا قاله الله لنبينا صلى الله عليه وسلم. هل نصدق الله جل وعلا؟ أنت ماشي ماشي مفارق أولادك ومفارق زوجتك مفارق مفارق فلكم بمزاجك يا أخي لله سبحانه وتعالى. الله لم يخلقك لتكون أسير دنياك وأسير أولادك وأسير الزوجات، إنما خلقك الله عبدا لعبادته، عبدا لعبادته. يجب أن تستغل هذه الغاية التي خلقك الله من أجلها. The Sheikh is wondering, do we know really what is the value in reward of this one night? Because Allah subhanahu wa ta'ala, He told us it's better than 1,000 months. But what this word better refer to? Can we measure it? No, we cannot. But Allah is just bringing as close as to our simple brain to understand the importance of this night. And the Sheikh is encouraging us that is, for those 50 hours in those last 10 days, we should not engage and get busy with our children, wife, business, and so on and so forth. Allah subhanahu wa ta'ala told Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, you're going to die, and they going to die. That is, Allah subhanahu wa ta'ala is telling that. وقف الأجر عند هنا يا إخواني. لا 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 لا. ألم أقل لكم أنكم تتعاملون مع إله كريم حليم غفور رحيم؟ شوف كرم ربنا سبحانه وتعالى علينا يحتسب لنا إن شاء الله. وأسأل الله وأنا أظن في الله سبحانه وتعالى أنه لن يحرمنا هذا الأجر. يا رب لا تحرمنا أجر هذه الليلة يا رب العالمين، ليلة القدر. إخواني الله سبحانه وتعالى لم يرد أن يحتسب لنا هذا الأجر وفقط، لا، شوف، بل أرادك الله سبحانه وتعالى أن تخرج من هذه الليلة معك هذا الأجر الذي لا يعلمه إلا الله، وإيتاني، وتخرج من المسجد أو من مكان عبادتك كيوم ولدتك أمك، كيوم ولدتك أمك. فين التكبيرات يا جماعة؟ كمان الله يديك هذا الأجر بعد 5 ساعات بس، شوف، ها؟ وكمان يخرجك من هذا المكان كيوم ولدتك أمك. So the reward does not stop only by having one night better than 1,000 nights. But in addition to that, that when you finish this 5 hours, if it happened that you observed Laylatul Qadr, which is the Shaykh, he said, inshallah, he has full trust in Allah subhanahu wa ta'ala that will help us to observe Laylatul Qadr. Then you will go out after this 5 hours of worship, you will be pure of sin as the day you were born by your mother. هل تصدقون ذلك؟ من الذي قال ذلك؟ Who said that? يبقى أجر ونظافة. So we talk about regular word and purifying yourself. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر يا سلام
من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا راجل يلا عندك 70 سنة يا راجل يلا قربت تموت خلاص رجلك والقبر تعالى تعالى 5 ساعات بس 5 ساعات بس بعمرك كله وبحياتك كلها وانت اللي عندك 40 وانت اللي عندك 50 تعالى تعالى. قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء. يلا عندك 70 و75 5 ساعات بس الله يغفر لك كل الذنوب اللي عملتها في 70 سنة اللي فاتت دول. تخيل انت from any sin. That is Abu Huraira narrated the hadith Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He said to observe Laylatul Qadr, and he's expecting, he's doing it with faith and expecting reward from Allah subhanahu wa ta'ala. All his previous sin would be purified. So the Shaykh is encouraging all of us, especially those who are elderly, if you are age 70 or over, in one night or in 5 hours in this Ramadan, all your previous sin will be forgiven. So that is because Allah subhanahu wa ta'ala, he said that my mercy covered everything. ما رأيكم يا أخوان؟ خمس ساعات نضع فيها جدول كل ليلة. طبعا أنا عايز اليوم كله شغل، ولكن أول ما يخش الليل أول ما المغرب تقول الله أكبر، أنت أصبحت في معسكر 5 ساعات، معسكر مغلق ممنوع اللمس أو الاقتراب. أنا الآن حالي التجهيز لليلة القدر. So what do you think about that? Shall we make the effort, inshallah? And they said, we do not want only the night, it should be the whole day that we will make only effort worshiping Allah, remembering Allah, and even we do not engage in any talk, even if we are in the mosque. أعمل إيه يا شيخ؟ نوع في العبادات، بس ركز أكثر على القيام. So what I do exactly, so we need to have variety of worship, however focus on Qiyam al-Layl, which is basically, you know, tahajjud, that means praying. ومعك قراءة القرآن والذكر والدعاء. So reciting the Quran, remembering Allah, and make a lot of dua, supplication to Allah. صعب ده يا جماعة؟ Is it difficult? السلام عليكم. صعب ده يا جلجلة؟ Sheikh is talking to you there at the end. Is it difficult? مش حاجة صعبة. وإنه ليسير على من يسره الله عليه. أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والطاعة، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.